السلام عليكم، شلونكم حبايب قلبي؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة وعافية للجميع. اليوم حبيت اشارككم بهذا اليوم البسيط، اتمنى يعجبكم. وبعدنا مستمرين وياكم جمع القاصي، هاي صار لي كم يوم ما مخليه، فقلت خليني اخلي 5000 ما دام عندي طحين مال الحصة باقي من عدة، وشوية صارت بيه قملة من تعرفون من الجو حار، وجاي الطحين مال الحصة فبعته وخليتهن بالقاصة، وإن شاء الله مستمرين وياكم، وراح نشوف إيش قد ما يصيرن أنا أفتح القوطية وياكم، وإن شاء الله أشارككم لو أروح بيها للزيارة، لو أشتري لي في الشغلة بعد شوفوا شلون ندبرها والله كريم. وهنا أنا حبيت أغسل الحصيرة هاي مال الغرفة الثانية، ذاك الفيديو غسلت الحصيرة مال ذيك الغرفة ونظفتها، وهاي المرة قلت الغرفة الثانية لأن قلت لكم الأرضية متعبة كلش، ويعني مو بسرعة نظيف الكاش وبسرعة تمسحون وتغسلون، لا ما دائما أغسلهن لأن صراحة تبهذل من أغسلهن، وما عندي يعني بسرعة مثلا مسلط وبسرعة ينزل المي ويروح، لا أتعذب بيه إلا بالوصلة لو بالماسحة وأنشف بيه. والحمد لله والشكر على كل حال. أنتم شلونكم؟ شخباركم؟ والله كلش مشتاقة لكم وتعليقاتكم، صحيح قسم ما مشاركة تعليقاتكم بعدني وما مشاهدة للبنات، والله اعتذر كانت عندي ظروف والله العظيم، وما اقدر يعني احكيها باليوتيوب، مو كله مثل نحكي باليوتيوب، اكو شغلات خاصة، اكو امور يعني تصير بحياتنا خاصة، فان نقدر عليه نسولف وياكم بالقناة، واللي ما نقدر عليه اتمنى تعذروني لان انتم صح اهل وناسي، بس اكو خصوصيات، وإن شاء الله فرجت على خير وربي يفرجها علينا وعليكم بحق محمد وآل محمد، والتوفيق والنجاح إن وإلكم. اليوم نزلت لكم هذا الفيديو، وإن شاء الله اليوم بالليل تجي الحجية وإن شاء الله نستقبلها، وهم أنزل لكم فيديو إذا أراد الله، إن شاء الله راح تجي وتنور من بيت الله، وحجة مقبولة للجميع يا رب، لأن هواي حجاج إجا هنا بعد ما كملت ونظفت، شفتم هذا الميز اللي مخليته صاير هوسة، قلت أصفطن، وهاي الملابس كلها اللي شفتوها ما يلبسها أبو الجهال، يريد يطيها فأتخلص من عتها، أنا دائما أتخلص من الزايد اللي ماني لبسه. وهنا بعد ما كملت جابنا والله يا سبحان الله نفذ ذاك الفيديو من صورت لكم ونظفت، جاب ذاك الوقت السبوع أنا قلت لأجيب بيها شوكي او زوري، هاي المره هو جاب لنا كيلو مال زوري، بس كلش تازه والله وطعمه يخبل، قلت ما دام تازه تعرفون انا ما احب السمك اذا يبات هالقد، مو مثل ما او اول ما اجيبه واكلنه، قلت خليني اقلط جهل ما راده، ما انا مسويت لهم تمن ومرقه، هنا قليت لي بس الي كم وحده هسه تشوفون بالفيديو، وجاب صدر من الدجاج للعشاء يتعشى بي، بس انا دائما ما احب الصدور مال الدجاج الجامده فما اجيبنهن، هو لان ما ياكل الاشياء اللي بيها بهارات، وهاي بس ليمون خليت عليها وملح فقط، ما خليت اي بهارات او شيء. وهنا هذا بس غداي بس انا البسيط مثل ما تشوفون بالصينيه، خليت بصل وطماطه وهاي مرقه مرقة حمص سويتها وقليت لي شوكيات والله، وبقى من عدهن ما كليتهن كلهن. بنات من تسوون مرقة الحمص حمسوا لكم ويا البصل، فالطماطية وحدة شايفوها او ويا مرقة الفاصوليا والله تصير تجنن المرقة، بدل ما يعني تعصرون وتسوون. هنا اعذرون اذا سمعون هوسة وطقطقة لان بالطرمة وجاية منتج لكم بالفيديو، بيت الجهال نايمين والغرفة ذيك نايمة ابو الجهال وساد الباب فما اقدر. وهنا بعد ما كملنا العصرية عندي هنا الحديقة شوية هيجي، هي مو حديقة تعرفون يطلع هو هذا هيجي زرع، فوالله هم ما رتبتها كلها شوية، وقامت الجهال تلعب والعصرية الناس تعرفون تطلع، فهيك شوية خذيت الفرة ودخلت، قلت على يوم من الصبح اذا ردت او اسويها. هنا هذا الريحان انا زرعته، جبته بذور من اختي مال رشاد ومال ريحان، والله من ذبن يم الباب يخضر، لان هذا الباب نظيف مثل ما يعني مثل خاف حيوانات لو هاي ما يمنع، احنا انا ما اخلي يعني يجن هنا بابنا يتكرمون. وقطعته هذا الريحان، وهنا انا ما ادري هاي رقية احتمال طلعت، لان طلع بيها
كبار والله صار هيجي ومات، ما اعرف ليش. فخليتها تصير بالباب، قلت ما عليها شي، هي هم زرعة وما مأذيتني، يصير بيها الله كريم ما يصير. وخليتكم وي هاي الاجواء تحسون انتم بالبستان، بس انا مو بالبستان، هاي بحديقتي المتواضعة. والله نتمنى عندي حديقة حتى لو قد كم هيك شبر او متر ازرعها شني اللي بنفسي. وحلوة هي، مو قصة واحد اللي ياكل من عده، بس حلوة الحديقة حتى لو اي خضار مزروع بها. انا دائما الباب مالتي من دون البيوت يخضر شي تريدون، الخضرة يخضر، هذا البربين هم يخضر بوحد، لان هسه مثل ما تشوفون البذور يوقع وبعدين يخضر. الجهال من تاكل رمان، اي شيء اي فاكهة ناكلها ويذبونها يلقاها مخضرة، ويقول الخضار خير للبيت، وان شاء الله خير لنا ولكم. بعد ما كملنا هاي جولتنا العصرية بحديقتنا المتواضعة، هنا العصر اتفقنا انا واختي ام كرار ومسجاد، رحنا للحديقة. الحديقة لان بالعيد اختي مكرر بالزيارة صادفت وما طلعنا، طلعنا بس قلت لكم يوم واحد انا وجنات، وهنا أنا حبينا نطلع. وان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم. هنا غزولة هاي بنت اختي غزل، تعرف انا اصور بيها تضحك وقامت تلعب، هي هيك بالبداية صورتها، بس بعدين من عرفت انا اصور بيها قامت تضحك. فدول عمرها، حبنها كلش وحنينة والله العظيم، منا روح لهم تبوسني منا ومنا وتقعد بحضني رغم ما هي جاهلة. وهنا انا واخواتي رحنا هنا نركب بديلاب الهواء، ركبنا بديلاب الهواء انا واختي ام كرار وبنات اختي رقية وجنات بنتي شهد وبني، لا راحن يلعبن بغير لعبات. وهنا اختي ام كرار بهاي حركاتها ما تقعد، وتونسنا والله، وكانت اجواء كلش حلوه. تمنيتكم ويانا حبيبات قلبي، في دول عمركم قولوا لي وين طلعتم بالعيد، انا بس يوم واحد قلت لكم بعد ما طلعت، وهذا اخر لا ورا العيد كلش، بعد خلص العيد يلا طلعنا، طلعنا السبت. وتعرفون الجو الاجواء بالليل شويه احسن من النهار، يعني النهار كلش الجو حار وشمس، وطلعنا بالليل هم بوقتها شوية جو حار، بس بعدين شوية صار هواء وبرودة. هنا هاي ركبنا بديلاب الهواء احنا وجهاد، وهبة بتخت اختي والله خافت، لان الديلاب الهواء كلش عالي والعالي وجه الله. وهنا تونسنا احنا، انا عندي جهاد الحمد لله ما يخافون من يعني هيك مكانات، يحبون يعني يلعبون. عندي شهد بهذا المقص تلعب بهاي شغلات، يخوفون على لا والله ما اقدر العب هنا خافن. هاي الاجواء، هاي الحديقة هسه تجيني سؤالات، لان هواي مرات بناتي يدخلن لي الحديقة الترفيهية بمحافظة ميسان. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، اذا عجبكم خلونا لايك ميتكم الحلوه وتعليق حلو مثلكم، وشكرا التعليقاتكم الحلوه اللي تدل على اخلاقكم وطيبه قلبكم، ربي يوفقكم ستر وعافيه وراحه بال، اللهم امين. شكرا على كلامكم الحلو، شكرا على كل شيء جاي تقدمونه الي، شكرا على ذاك الفيديو، على التفاعل، على اللايكات وعلى المشاهدات، بميزان حسناتكم ربي يوفقكم دائما انتم منوريني. ووحده من الاخوات كاتبت لي ليش حذفت مسحت فيديوهات كنا مبعرين، والله حبيبه قلبي اكو فيديوهات يعني بالقناه يعني مو ضروريات، فحذفتهن وخليت فيديوهات ان شاء الله، ومستمره وياكم بالفيديوهات، والتوفيق والنجاح لنا ولكم يا رب. واحبكم هوايا بعد عمري، في دول عمركم ربي يوفقكم وين ما تكونون. وتحياتي لأم مصطفى من محافظة ميسان حبيبة قلبي، ومن كل محافظات العراق، ودائما يكتبون لي من بغداد، من البصرة، من النجف، فدول عمركم ومنين ما تكونون انتم منوريني ومشرفيني، ربي يوفقكم. وهنا هاي صوغة اختم كرار من الزيارة جايبة دهينة، وهاي الحلويات جايبة خطية وياها للزيارة، عفو للحديقة من نجد، قالت هاي صوغتك، والله قلت لها انا ما احتب عليك على صوغة لو فد شي، قالت لا للجهال جبت شي بسيط، فدول عمرها لان هي دائما يعني حنينة.
ودائما قريبة علي، هي واخت ام سجاد قريبات على قلبي، ولو هم اخواتي الباقي هم حنينات، بس اكو اخت قريبة علي كم كلش. وهنا هذا الدهينة والحلويات بعد ما جينا كلينا وسوينا لنا هم عشاء بسيط انا والبنات وتعشينا، وهاي كانت الاجواء بعد من خلصنا جولتنا. اشوفكم في فيديو جديد مع الف سلامة، شكرا للمتابعة.